الحقيقة أنا السنة دي سعيد إن إحنا بنكبر، وزي كل سنة كده بيبقى عندي المقياس اللي هي الاحتفالات، احتفالات رمضان والاحتفالات اللي هي بنعملها في الأعياد، هي دي بنشوف قد إيه بقى الجامعة بتكبر والعيلة بتكبر، فبتبقى حاجة جميلة. فطبعا كل سنة وانتم طيبين، وكل سنة وانتم طيب، وعيلتي وعيلتكم الصغيرة والكبيرة بخير. قعدة جميلة جدا والله، والواحد مبسوط وفرحان بيها، لأن بنتقابل بعيد عن المكاتب، بعيد عن الشغل، برغم ان احنا في الجامعة الألمانية، لكن ما شاء الله الاكسترنال ريليشن بيعملوا لنا حاجة حلوة، نحس ان احنا بره الجامعة خالص، وزي ما احنا شايفين الاجواء الرمضانيه الجميله دي. اول حب اقول لكم كل سنه وانتم طيبين، مناسبه بتبقى جميله جدا ان كل العاملين في الجامعه اول ستاف بيجتمع سوا وبناكل مع بعض، هو دي عموما دي روح رمضان، وتبقى حلوه قوي كمان لما بتبقى في الجامعه. السنه دي مختلفه عن كل سنه علشان العدد اكبر وكل سنه بنزيد، واحنا فعلا سعداء ان احنا الحمد لله الجامعه بتكبر، وكل رمضان بيجي علينا بنعيد مع بعض. دكتور اشرف متشكرين، وربنا يبارك فيكم، وحاجه جميله جدا، وعقبال كل سنه. سنه ان شاء الله بعوده الايام كده، السنه الجايه زي دلوقتي تكونوا كلكم في احسن حال. انا بفتخر دايما بالجامعه الالمانيه، يعني دي حاجه فخر مصر بحالها، والحمد لله ان ربنا قدرني السنه دي وجيت وفطرت معاكم. بقالي في الجامعه حوالي 13 سنه من ساعه الجامعه ما فتحت، ودايما بنحضر بنستنى المناسبه السعيده دي كلنا علشان نقابل كل الزملاء من الاقسام المختلفه اللي احنا مش بنعرف نقابلها وسط زحمه السمستر. بنتجمع من القلب، وبيبقى يوم حلو وجميل، واتمنى ان احنا يا رب دايما نفضل متجمعين مع بعض ان شاء الله باذن الله.